لدى إيران مشكلة تحاول حلها في فيينا، لكن لديها مشكلة أخرى يصعب عليها حلها في الإقليم كله. عماني على الضربة التي قضت على مهندس الميليشيات تركت الجمهورية بلا رموز، ولم تستطع طهران تعويض خسارتها، فهالة سليماني تلاشت بموته. في العراق انعكست الخسارة في الصناديق، أول استحقاق واضح بعد عامين تخللهما فقدان إيران جزءاً من السيطرة على الفصائل الولائية، أقله بعدم الاستجابة لأوامرها، وقف استهداف المقار الحكومية العراقية منذ يونيو الماضي، في سوريا اليمن ولبنان فراغ أمني وعسكري وحتى عملياتي بتعثر تهريب الأسلحة وتخزينها، ذلك الصاروخ الأمريكي هيل فاير الذي أطلق من المسيرة الأمريكية قرب مطار بغداد قطع الخيوط التي نسجها سليماني لبناء شبكة النفوذ الإيرانية، ولا يعوض إيران تجريمها بعد عامين ل120 متهماً بضربة استهدفت العقل الأمني المدبر. فقاني ليس سليماني مسؤول ملف أفغانستان وباكستان لفترة طويلة وضع أمام تعقيدات أكبر وجغرافيا مختلفة، ويدرك النظام ذلك جيداً. سليماني في ذكرى مقتله الثانية مزدقت صوره في مركز مدينة الكوت جنوب العراق، قبلها البصرة وفي غزة ولبنان، ودلالات الداخل أقوى. حرق تمثال سليماني مرتين في 3 أشهر. النيران تعكس أولويات المجتمع الشاب في ظل جمهورية شاخت ثورتها. 49% من الإيرانيين دون سن 30 لا يهمهم التقدم النووي ولا السطوة الإقليمية أمام فرص العمل والرخاء.